للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات والمختص بالشأن الإيراني والأحوازي الدكتور حسان القطب. دكتور حسان، بداية مرحبا بك. يعني عام 2009 كما هو معلوم شهد تظاهرات حاشدة في إيران ولكن تم قمعها، ما الفرق بين تلك التظاهرات والتظاهرات الحالية التي تشهدها إيران؟ عام 2009 كان الصراع بين فريقين تحت سقف السلطة، كان الصراع على السلطة تحت سقف ولاية الفقيه، وكان الصراع هو على حجم صلاحيات الولي الفقيه بين الإصلاحيين والمتشددين، لكن كليهما كان ملتزم بالنظام الديني الحاكم في إيران، وكان الصراع فقط من يكون رئيس جمهورية، موسوي، كروبي أو أحمد نجاد. الآن أصبح الصراع مختلف، الآن المواطن الإيراني، الشعب الإيراني ينتفض على شكل الحكم وطبيعته ونموذجه. هذا النظام من الحاكم في إيران أصبح غير مقبول من قبل الشعب الإيراني بعد أن شاهد حجم الإنفاق المالي خارج إيران وحجم المعاناة التي يعيشها المواطن الإيراني داخل إيران نتيجة سوء الإدارة والفساد والهدر والبطالة وإفلاس المصارف واتهام المسؤولين بعضهم البعض بالفساد والهدر والسرقة. صحيفة لوموند الفرنسية أيضا وصفت ما يجري في إيران بأنه ثورة حقيقية، إلى أي مدى تتفق مع هذا الوصف؟ مجرد أن نسمع الشعارات التي طرحت لم تطرح شعارات تطالب ببعض الإصلاح أو ببعض تأمين بعض لقمة العيش أو وظائف عمل أو شيء من هذا النوع. المطالبة الآن أصبحت بإسقاط النظام، بتغيير النظام، ثم أصبح هناك جرأة أكبر على الولي الفقيه وعلى النظام الديني من حرق الصور أو حرق المقرات أو رفع الشعارات. هذا النظام أصبح غير مقبول لدى المواطن الإيراني. يعني هل يمكن القول بأن حاجز الخوف هو ثورة حقيقية؟ هل يمكن القول بأن حاجز الخوف قد كسر وقد تم الانتقال إلى مرحلة أخرى؟ لا شك أن حاجز الخوف قد انكسر فعلا، وأن مجرد القمع الشديد الذي يمارس ضد الشعب الإيراني من قبل الأجهزة الأمنية، حرس ثوري أو مخابرات أو شيء من هذا النوع، سوف يعزز حالة الغضب على هذا النظام، وحتى لو مرت فترة من السكون أو الهدوء ستكون ما قبل العاصفة المقبلة، لأن الشعب الإيراني لن يرضى أن يستمر في هذه الحياة الصعبة التي يعيشها وهو يرى حجم الإنفاق والهدر خارج حدوده، وأن يعيش في هذه المعاناة التي يعيشها كل يوم وصعوبة الحياة التي يعانيها نتيجة سياسات هذا النظام الحاكم. الولايات المتحدة دكتور حسان توعدت بمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن اعتقال وقتل المتظاهرين، ولكن هناك من يرى أن التدخل الأمريكي ليس في صالح المتظاهرين، كيف تنظر إلى التدخل الأمريكي؟ الولايات المتحدة تجد فرصة مناسبة لها فرض شروطها على إيران نتيجة الصراع المعروف الآن فيما يتعلق بالاتفاق النووي ومشروع الصاروخ الإيراني والاعتراضات الأمريكية. الحالة الشعبية وهي حالة شعبية عفوية في إيران ولا علاقة للولايات المتحدة بها، ولكن الولايات المتحدة ترى فرصة مناسبة لها لأن تجد نفسها متدخلة أو رقم فاعل في الداخل الإيراني. طبعا التدخل الأمريكي لا يفيد الشعب الإيراني ولن يكون بصالحه، لأنه سيعكس أن هناك تدخلا خارجيا ويعزز فرص النظام في قمع الثورة واضطهاد الشعب باعتباره مرتبط بمشروع خارجي أو شيء من هذا القبيل. لكن بكل الأحوال مجرد ما أن الواقع الإيراني الآن أصبح دموي أكثر من السابق، هذا يعطي فرصة للدول الكبرى للتدخل وللمطالبة بحصة من هذه الثورة. الآن الروس يحاولون حماية النظام الإيراني، والولايات المتحدة تحاول أن تتدخل أكثر فأكثر ضمن الشارع الإيراني. شكرا لك. من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات المختص بالشأن الإيراني والأحوازي دكتور حسان القطب.